كل ظروف وحيثيات وتفاصيل هذه الجريمه النكراء. وفي هذه الاثناء كيف كتشوفوا اخراج وإجراء تشريح على الجثمان ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة النكراء التي هزت مدينة الدار البيضاء قبل قليل. الدار هادي كيتراوح العمر ديالو ما بين 50 سنة و 56 سنة، كان كيسكن في هاد المنزل هذا هو وشي واحد، يكون طرا شي خلاف بيناتهم كيف ما تقولوا الناس ينزلوه شهود عيان انه مضروب على مستوى الراس ديالو كله دم والدم باقي جديد، هادشي اللي كيبين انه الجثة مضروبة يلاه شي ساعتين.